الروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح ونحن في صحبة القديس يوحنا الحبيب. زي ما قلت لكم في الاجتماع الماضي الأسبوع الماضي إن احنا نخلي تأملاتنا خلال 50 مقدسة مع القديس يوحنا الحبيب من خلال كتاباته في العهد الجديد. في الأسبوع الماضي تأملت معكم في شخصية يوحنا من خلال المعجزة الأخيرة المذكورة في إنجيل معلمنا يوحنا، آخر معجزة اللي هي معجزة صيد 153 سمك. اليوم أريد أن أتأمل معكم في المعجزة الأولى التي ذكرها القديس يوحنا وكان يعتبر أحد الحضور أو أحد المدعوين فيها، وهي معجزة عرس قانا الجليل. في إصحاح 2 في إنجيل معلمنا يوحنا يقول: في ذلك اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد؟ قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوا. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين أو 3. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. ودعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. القديس يوحنا الحبيب زي ما ذكرت في الأسبوع الماضي كان قريبا جدا إلى قلب السيد المسيح، وكان من التلاميذ الأوائل اللي دعاهم المسيح أو دعيوا عشان يكونوا تلاميذ وياه. يوحنا الحبيب الرسول عاصر تقريبا كل معجزات وخدمة السيد المسيح. دايما يقولوا كده خدمة ربنا يسوع المسيح بالجسد، دايما احنا نقول لنا حوالي 3 سنين، بالتقريب 1000 يوم. 1000 يوم القديس يوحنا الحبيب اختار من هذه 1000 يوم، اختار مجرد 20 يوم. 20 يوم خدمة من خدمة السيد المسيح بالجسد. ولذلك مثلا لا نجده يذكر أي أمثال في الإنجيل. الأمثال اللي قالها السيد المسيح حوالي 30 35 36 مثل المذكورة، يعني ما ذكرهاش. طب ليه؟ قال أصلا أنا عايز أهتم في شخص ربنا يسوع المسيح في لاهوته، هو الإله. طب هتقدم لنا هذا الإله هتقدمه ازاي؟ بصورة ايه؟ في المرة اللي فاتت كلمتكم على معجزة صيد السمك 153 سمكة لما شاور على المسيح وقال هو الرب، وذكرت ان دي موهبة التعرف القلبي على شخص المسيح. النهاردة عايز اذكر لك ان هو حب يقدم لنا المسيح انه الصديق المفرح. مسحنا لو عدنا نقول هو جه أساسا ليه،
ممكن تقولوا جه علشان يفدينا وعشان يخلصنا وعشان يصلب عنا. كل هذه المعاني الرائعة جيدة، ولكن مجيء ربنا يسوع المسيح أساسا من أجل أن يفرح قلب الإنسان، هو عايز يفرحنا. أصل الإنسان منذ خطية آدم وغاب عنه الفرح، ما عادش فرحان، ما عادش فيه فرح في حياة الإنسان، فرح دائم. فالقديس يوحنا حب يختار ويحط في بداية الرسالة أو البشارة بتاعته، يحط شيء يعبر عن المسيح المفرح. طب المسيح المفرح ده هنجده فين؟ قال مفيش أجمل من المعجزة الأولى التي كانت معجزة عرس قانا الجليل، أي العرس الفرح الذي تم في منطقة قانا الجليل وهي في شمال فلسطين. طب الحكاية بتبتدي ازاي؟ بتبتدي ان ربنا يسوع المسيح في بداية خدمته راح يحضر العرس ده مدعو. وفكرة العرس في الحياة اليهودية القديمة فكرة من الأفكار أو التقاليد الاجتماعية المشهورة جدا، وكلمة عندنا عرس عندنا فرح كلمة مألوفة ومشروحة ومفهومة لدى الجميع، للصغيرين وللكبار. يجي السؤال دلوقتي، ليه السيد المسيح ابتدى معجزاته بهذه المعجزة بالذات؟ عندنا أكثر من إجابة. أولا، أراد السيد المسيح أن يقدس حياة الأسرة. احنا في فترة الخمسين، والفترة دي بتزداد فيها الأكاليل والأفراح في الكنائس بعد فترة الصوم السابقة، ففرصة حلوة ان احنا نعرف مفهوم العرس ايضا، مفهوم الفرح من خلال الكتاب. فحب يقدم لنا السيد المسيح الذي يكرم حياة الأسرة ويقدسها ويحضر فيها. ولغاية النهاردة لما بنيجي نعمل إكليل نمسك الصليب كده، الكاهن ويقول يا من بارك في عرس قانا الجليل بارك الآن في عرس فلان وفلان. كمان السيد المسيح لما أراد أن تكون أول معجزة هي عرس قانا الجليل، أراد أن يرفع أتعاب المرأة أو لعنة المرأة ولعنة الأرض. وابتدت حواء الجديدة اللي هي السيدة العذراء مريم تكون طريقنا، ويكون بطنها هو المعمل الإلهي لتجسد المسيح. فجه ربنا يسوع يحضر هذا العرس كأنه يبدأ خليقة جديدة. يقولنا الكتاب في رسالة كورنثوس الثانية، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، حاجة جديدة خالص. الحاجة كمان المهمة في هذا العرس أن السيد المسيح عندما حضر قدم هدية، والهدية دي اللي معبر عنها بمشروب الضيافة هنا اللي كتب في الإنجيل تجاوزا بكلمة خمر، وهشرحها دلوقتي. المهم، كانت المعجزة دي البداية المفرحة لخدمة ربنا يسوع المسيح، بداية مفرحة. ولما ابتدى العرس وكانت الأعراس تبدأ يوم الأربع، تقعد الأربع والخميس والجمعة وياخدوا السبت أجازة اللي هو
الأجازة الأسبوعية، ثم يكملوا الحد الاثنين الثلاث، ويوم الأربع يكون العرس، فقبلها بأسبوع بيستعدوا. وزمان ما كانش فيه طبعا نظام صرف صحي ولا مياه نقية ولا الأمور دهية، فكان النظام ان يبقى فيه 6 أجران من الماء مخصصة لحفظ الماء، غالبا بتبقى صخرية ومنحوتة في الصخر عشان ما يبقاش فيها مسام تسرب المية، مش زي مثلا القلة او الزير اللي ممكن يسرب المية. والأجران دي كانوا يحطوها في مدخل البيت ويملوها مية من مياه الأمطار أو مياه الأنهار، وكل يوم يستخدموا جرن من هذه الأجران الست. كان العمل واضح جدا، لكن كانوا الضيوف كتير. كانت الأجران دي مية عشان يغسلوا أيديهم، عشان يعدوا الطعام بيها فقط. لكن في نفس الوقت كان يقدم مشروب للضيافة، ومشروب الضيافة المشهور في هذه العصور كان عصير العنب، منعش، مغذي، مريح للجسم. كانش فيه طبعا المشروبات اللي موجودة في زماننا ده، فكان ده الوحيد اللي يعصروا العنب ويقدموا مشروبه على طول. مشروب العنب الطازج في 24 ساعة من عصيره يسمى عنب طازج، ويسموا العنب ده كلمة باللغة اليونانية تيروش، معناها عنب طازج ما فيهوش نسبة تخمير. لكن لو قعد يوم واثنين وثلاثة تبتدي تزيد فيه نسبة التخمر اللي بتحصل بفعل بكتيريا الجو، ويبتدي لو جاحد جه يشربه ويحس انه لازع، لان ابتدى يحصل فيه تخمر ويحصل فيه نسبة من نسب الكحول اللي تخليه لازع الطعم. وكانت العادة انهم لو قدموا هذا المشروب بيقدموا في الاول الصنف الجيد، وفي الاخر يقدموا الصنف اللي يعني درجة تانية. عندنا في اللغة اليونانية 3 كلمات، اليونانية والعبرية، 3 كلمات يعبر عنها بكلمة خمر في اللغة العربية. فكلمة تيروش معناها عصير عنب، لكن ملهاش مقابل في العربي غير كلمة خمر، وهو المقصود في هذه المعجزة. والكلمة الثانية بصفة عامة سواء عنب طازج أو غير طازج يسموه يايين. والعصير العنب المختمر اللي فيه نسبة خمر تخمر يسموه سكر. فهذه الكلمات الثلاثة تستخدم في اللغة العربية بكلمة واحدة، كلمة خمر، ليس المقصود بها الخمر اللي هو الواين على الإطلاق. لما انتهى عصير العنب اللي بيقدموه ابتدوا يحسوا بحرج، عندهم ضيوف وما عندهمش شيء يقدموه. فابتدت العذراء مريم اللي موجودة ابتدت تتكلم وهي السيد المسيح، وابتدى يقول لها عبارة شديدة: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. وطبعا السيد المسيح كان ينظر وينتظر ساعة الصليب، لكن العبارة اللي قالتها امنا العذراء مريم للمسيح عبارة في غاية الأهمية، لما قالت: ليس لهم خمر. كلمة خمر في الكتاب المقدس كلمة يسموها كلمة مفتاحية، بمعنى ان الكلمة دي تشرح معنى آخر. فكلمة خمر تعني كلمة فرح، كأن العذراء مريم بتقول لهم في هذا العرس الصغير، بتقول له ليس لهم فرح، ما همش فرحانين.
والحقيقة العذراء مريم كانت بتتكلم عن العرس، لكن كمان هي تقصد كل تاريخ العهد القديم الذي لم يكن فيه المسيح متجسدا. ما عندهمش فرح، الفرح غايب عن الإنسان. وهنا يا إخوتي نعلم أن الفرح يغيب عن الإنسان إذا حلت الخطية، فالخطية تسرق الفرح من الإنسان. فابتدى السيد المسيح يقول للخدام الموجودين املوا الأجران مية، ابتدوا يبنوها مية، وبعد ما مالوها لغاية فوق قال لهم طيب خلاص خدوا منها بقى وقدموا للمدعوين. طبعا واحد يسأل هنقدم مية للمدعوين؟ ما التقليد ما يسمحش بكده، التقليد الاجتماعي. لكن اللي حصل انهم لما مالوها الى فوق وجم يأخذوا من هذا الماء، تحول الماء الى عصير عنب، وحدثت المعجزة. ومهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان الاجران دي لم تستخدم ابدا لعصير العنب، هي اجران للماء فقط. وابتدى يعود الفرح الى هذا العرس الصغير، وابتدى الفرح يعود الى كل البشر بصليب المسيح. وده العنصر المهم اللي بنحطه قدامنا واحنا بنستعرض في كتابات القديس يوحنا الحبيب. هو حب يقدم لنا المسيح المفرح، المسيح المفرح الذي يفرح قلب الإنسان. وخد بالك ان دي في بداية الإنجيل، يعني ده في الإصحاح الثاني بعد ما خلص في الإصحاح الأول، في البدء كان الكلمة اللي قلت لكم عليها، هي نشيد الكلمة أو المقدمة. هو ابتدى يقدم في الإصحاح الثاني البداية، والبداية بداية فرح. وزي ما كلكم تعرفوا كلمة إنجيل معناها بشارة مفرحة. والإنسان بصفة عامة إنسان يعوزه الفرح، وإنسان الزمان بتاعنا ده يعوز الفرح بالأكثر. طيب مسيحنا صديق مفرح ازاي؟ هقول لك كده مجموعة من العناصر الرئيسية. مسيحنا مفرح من خلال الإيمان الذي نعيشه. إيمانك بشخص المسيح يعني استعدادك أن تأخذ نعمة الفرح. عندما يعيش الإنسان إيمانه بالسيد المسيح يمتلئ سلام ويشعر بالفرح، الفرح الجواني، الفرح الحقيقي، الفرح مش الوقتي، مش الفرح بتاع مناسبات الحياة المتعددة، فرح يملأ قلب الإنسان. والفرح اللي يملأ قلب الإنسان يجعله ينظر إلى الحياة إنها لا تعطيه شيء، المهم أن يمنح أو أنال هذا الفرح. يمكن لما بنشوف بعض الآباء لما بيتجهوا لتكريس القلب ويعيشوا حياة مكرسة لله، الحياة المكرسة ده هي مفيهاش شيء خالص، يمكن لا يملك شيء، ولكن تحس إنه فرحان، فرحان. الأمر الثاني اللي يجعل المسيح صديقنا المفرح هو الكتاب المقدس الإنجيل. إنجيلك وسيلة في متناول يدك لكي ما تملأك بالفرح. أحيانا يكتبوا كده في بعض الكتب ان الايات ده هيت لما تبقى زعلان او عندك اكتئاب او في حالة قلق اقرا الايات دي او المزامير دي، هذا جيد. ولكن الحقيقة كل الكتاب المقدس هو مفرح، هو رسالة فرح.
علشان كده القديس داود النبي قال: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. طول ما أنا ماشي في الوصية أنا فرحان، أنا متعزي. ويقول في مرة تانية: عند كثرة همومي في داخلي، تعزياتك، كلماتك، وصيتك تعزي قلبي وتفرح قلبي. دي حاجة تانية. حاجة التالتة اللي تخلي مسيحنا صديق مفرح انه موجود في الكنيسة على الدوام. نقول كده: الكنيسة، زي ما بنقول في التاريخ في الترنيمة، الكنيسة سر فرح حياتي، سر فرح حياتي. وجودك وارتباطك الحي وممارسة الأسرار المقدسة يساعدك على نوال هذا الفرح، تعيشه. واحد في علاقة دائمة، مش أرض جافة، مش أرض ناشفة. حتى يقول كده في المزمور الأول: يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه. الشجرة اللي بتدي ثمر دي دايما مفرحة، ورقها لا ينتثر، دايما شجرة خضراء، وكل ما يصنع ينجح فيه، أو كل ما يصنع ينجح. الصورة الجميلة ده هي إن الكنيسة من خلال الأسرار اللي بتقدمها لنا، ومن خلال العلاقة الحية اللي فيها، ومن خلال الخدمة، بتصير مركز فرح، أو على الأصح سر فرح حياتي. تعبير الترنيمة ده تعبير قوي وحلو. سر فرح حياة الإنسان ارتباطه بكنيسته، ارتباطه بأب اعترافه، ارتباطه بالحياة الروحية. يقول عليه كده: إنسان كنسي، كنسي. ومن السمات اللي بتميز المسيحيين في مصر إنهم بيحبوا الكنيسة، بيحبوا الكنيسة بصفة عامة، ومرتبطين بالكنيسة في كل مكان، في قرية صغيرة، في مدينة كبيرة، في ارتباط حي، مش مجرد ارتباط شكلي أو ارتباط اجتماعي، ارتباط حي. الأمر الرابع اللي بيخلي مسيحنا هو صديق مفرح إنه دائما المسيح يسند الإنسان في ضعفه، وفاتح باب التوبة على طول. وده شيء مهم جدا. يمكن ذكرت وياكم في مرة سابقة عن المرأة الخاطئة عندما تقابلت مع المسيح، وكانوا اللي حواليها ناس يعني في شر شديد وفي قسوة وبلا رحمة، لكن عندما تقابلت مع المسيح، وانتوا عارفين المشهد ككل، ولم يدنها أحد، والمسيح لم يدنها، واذهبي ولا تخطئي وابدأي حياة جديدة، أنا متأكد أنها كانت إنسانة فرحانة. المسيح يسند الإنسان التائب. كل إنسان ساعة ما يبتدي التوبة ويبتدي العودة يجد على طول مغفرة لخطيته، ويجد على الدوام يد المسيح ممدودة إليه. المسيح لم يرفض أبدا توبة إنسان. إن كانت هذه التوبة من قلبه، المسيح لا يرفضها أبدا. ولذلك باب التوبة مفتوح في كل وقت، في كل ساعة، في كل يوم، إن الإنسان يقدم توبة حقيقية. أما الأمر الخامس، أن مسيحنا صديق مفرح، فهو أنه يعد لنا أبدية، بيعد لنا مكان. كل إنسان آمن بالمسيح وعاش أمينا في حياته ينال إكليل نسميه إكليل الحياة الأبدية، ومسيحك مشغول بيك، ومشغول بالمكان بتاعك اللي يبقى في السماء. وعلشان كده
كل ما الإنسان في حياته اليومية يتعرض لبعض الضيقات أو المتاعب، يرفع عينيه فوق ويبص للسماء، حس إن السماء كبيرة وإن السماء ده ممكن تساعده وإن له نصيب فيها، وهذا يفرح قلبه. حتى إن وجد صعوبة في الحياة اليومية بصورة أو بأخرى في أي مكان في العالم، يعرف إن السماء هتبقى هي مكان الفرح الكامل ومكان الحياة المفرحة. قديس يوحنا الحبيب وانت بتقرأ كتاباته في فترة الخماسين، هو عايز يقدم لنا السيد المسيح بأكثر من صورة، فقدم لنا السيد المسيح المحب زي ما تأملت وياكم المرة اللي فاتت، والمرة دي بيقدم لنا المسيح مفرح القلوب. ومن خلال كل ما ذكره في الكتاب هو بيحاول يقدم المسيح بالصورة الحلوة، والصورة اللي تخلينا نعرف ونفهم ونرتبط بالأكثر بشخص ربنا يسوع المسيح. كل سنة وانتم طيبين. بكرة تذكار استشهاد القديس ماري مرقس شفيعنا وكروز بلادنا مصر، واللي استشهد على أرض مدينة الأسكندرية، وطبعا هو السند الأول لينا في خدمتنا وفي كنيستنا وفي حياتنا، وبنفرح كتير ان الكنيسة والكاتدرائية اللي فيها على اسم القديس ماري مرقس، وانها ايضا تحوي جزء من رفاته موجود فيها، وده بيسبب فرح لنا كلنا. وقبل الاجتماع احنا حضرنا بعض الاباء الاسافة والاباء الكهنة وبعض الشعب، حضرنا مع الشمامسة، حضرنا تطيب الرفات في المزار، مزار القديس ماري مرقس. الحاجة التانية ان في ناس بتسألني ليه مش بتجاوب على الاسئلة، على الاسئلة اللي ممكن تيجي. طبعا في اسئلة كتير، والمتنيح البابا شنودة جاوب على مئات من الاسئلة، والحمد لله انها مسجلة سواء في التلفزيون قنوات الفضائية او في الكتب، ومتاحة لعدد كبير من الناس. لكن احنا حبينا نعمل شكل اخر كده مبسط. احنا فتحنا موقع من خلال المركز الاعلامي لتجميع الاسئلة، اي واحد عايز يسأل اي سؤال في اي حتة في العالم. فجالنا فعلا الاف من الاسئلة، وابتدى الاحباء الخدام والاباء ياخدوها ويصنفوها، وبعدين ابتدينا ناخد كل مجموعة اسئلة بتدور تحت عنوان واحد، ونعمل حلقة تلفزيونية فيها اجابات على هذه الاسئلة بمشاركة الثلاث قنوات الفضائية الموجودة، اغابي وسي تي في وميسات. وفعلا قعدنا ويا ثلاث مذيعين وقعدنا في حوارات، وسجلنا لغاية دلوقتي ثلاث حلقات اظن هيبتدوا يتذاعوا من يوم الحد اللي جاي، فيها اجابات على عشرات الاسئلة، وحتى اجابة السؤال بنجاوبه باسم شخص اللي بعت السؤال، يعني فلان الفلاني بعت سؤال بيقول كذا فبنرد على السؤال ده. ودي هتبقى وسيلة اسهل، وسيلة متاحة للكل ومحفوظة في اي وقت ممكن نرجع للاسئلة دهية ونقدر ان احنا نعرف الاجابة عليها. كل سنة وانتم طيبين.